عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم إن شاء الله كما تشوفوا مش نعملوا مع بعضنا جاتو اقتصادية، جاتو بالشوكولاتة مزيانة وبنينة واقتصادية، ما هيش مكلفة وما شاء الله وتطيح كمية باهية، نجموا تحضروها لرأس العام. لكن قبل ما نشوفوا الطريقة والمكونات، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعمله جديد. وتوا يلا نبداو. اول خطوه نبداو بسم الله. تو باش نحضروا الباتا بسكوي. لهنا خديت 4 بيضات، مش نفصل الابيض عن الاصفر خاطر حاجتي بالابيض وحده والاصفر وحده. لهنا طريقه كيفاش نحيو الاصفر بسهوله تامه للي ما نجمش يفصل الابيض عن الاصفر، انك تفقس العظمه كلها في صحفه وبمغرفه تهز الفص ويخرج معاك بسهوله تامه. طريقة مبسطة، نفصل الأبيض على الأصفر. شفتوا كيفاش كيف نهزوا الفص بالمغرفة يتهز بسهولة تامة. لنا توا بعد ما فصلت الأبيض عن الأصفر نحطوا شوية ملح فوق كل أبيض ونبدأ نركضوا. كيف نشوفوه بدا يعمل في الرغوة، وقت خذيت 100 غرام سكر ونحط بشوي بشوي السكر، ما نصبوش الكل دفعة واحدة، نقسمه تقريبا على 3 مرات، نصب شوية ونركض. يلزمنا راهو نركضه مليح مليح، الابيض نتاع العظم يلزمنا نركضوه مليح مليح. وحطيت باكو فانيليا. باهي توا لنا بعد ما كملت حطيت السكر الكل، نقعد نركض مليح مليح على الاقل 10 دقائق. وين نركض معناه نقعدوا مده طويله واحنا نركضوا حتى لين نتحصلوا على قوام الثلج. شوفوا كيفاش يولي هكا الابيض نتاع العظم، هكا تحسوا يتفتفت شوي. وقتها ناخذوا كل 4 فصوص عظم ونحطهم بكلهم فوق الابيض ونعاود نخدمهم حتى لين يمتزجوا مليح مليح. نلاحظوا انه الخليط تحسوا هبط شويه وقت اللي حطينا الاصفر، اما ما يسالش راهو نعاود نركضوا مليح مليح حتى لين القوام يعاود يرتفع، نشوفوه انه عاود طلع الخليط، وقتها نتوقفوا على التركيز. هنا تو خذيت 100 غرام فرينه، نغربلها زاده، يلزم الفرينه نغربلوها بالباهي ونحطو بشوي بشوي على كل الخليط. شوفوا كيفاش نخلط الفرينه، ندخلوها من اللوطه للفوق، نحركو كيكه بشويه بشويه، نحركو بالسياسه وندورو الصحفه، والمغرفه ديما تبدا من اللوطه للفوق، نهزو كل الفرينه. الفرينة كيف كيف زاد حتى هي تقريبا نحطوها على 3 مرات، ما نحطوهاش دفعة واحدة، ونخلطوا بشوية، نهزوا الخليط من اللوطة للفوق كما تشوفوا فيها، ومندور الصحفة، ايد تدور في الصحفة وايد تخلط من اللوطة للفوق. هذه توا اخر دفعة متاع الفرينة، ونحرك كيكة بالسياسة باش الفرينة تدخل الكلهم ميقعدوش كعابر ولا حاجة. نخلط بالسياسة حتى لين نشوفه ولا خليط متجانس ومزيان، ما فيش شي كعابر لا شيء. شوف كيفاش ولا محلية الخليط. وقتها اخذيت طبق 30 على 40، وفرشت فيه بابي كويسون، يلزم نحطو له بابي كويسون باش ما يلصقنيش وباش نجمو نخرجوها، راكي تبدا من غير بابي كويسون ما نجموش نخرجوها الجينواز. ونصب الخليط هكا في الوسط، وبعد نبدا نوزعه على كامل الطبق، نوزعه بالسياسه هكا ونحاول نعمله مستوي، معناتها قد البلايص كلهم قد قد. نجموا تسمحوا باي طريقه معناها باللي عندكم، المهم نجيبوه مستوي. كان عندكم اداه كيما هكا نسمحوا بها، وإلا الأداة هذه يسمحوا بها، زيدا كل واحد وكيفاش يحب يسمح.
المهم يكون نفس المستوى، ما نخليوش بلاصة عالية وبلاصة واطية. نخذوها شوية طبق، ولهني سخنت الفرن على 180 درجة، قاعدة تطيب الجاتو 8 دقائق. ما نخليوش برشا وقت في الكوشة، راهو الجينواز ما يحبش يقعد برشا في الكوشة باش ما يبسش. وملاحظة نوصيكم عليها، دوبة ما تخرجوا دوبة ما تطيب نخرجوها طبقة البسكوي من الطبق باش ما تشيحش أكثر. لاني حبيت نوريكم راني حضرت زوز طبقات متاع بسكوي، زوز طبقات جينواز، نغطيهم ونخليهم يبردوا. توا باش نحضروا الكريم موسلين، اخذيت 500 مللتر حليب ومعهم زوز بيضات مع 60 غرام غبرة متاع الكريمة و100 غرام سكر و100 غرام شوكولاتة و10 غرامات كاكاو، ولهنا 150 غرام زبدة مش نستحقها في الاخر. خذيت الكاسرول مش نطيب فيها، حطيت فيها العظمتين كاملين وشوية حليب وال100 غرام سكر، ونحاول نضربهم كيكة بالفوية بشكل العظم يتحل. هنا اخذت 60 غرام غبرة متاع الكريمة ونخلطهم، ومع 10 غرامات كاكاو. ونخلط الخليط هذاك الكل بالباهي بالباهي حتى لين يتنحاوك الكعابر الكل، ومن بعد نصبك الحليب على البارد. اني الكريمة متاعي نحضرها ديما على البارد، ما نحبش نقعد نسخن الحليب ونصب الفازات هذيك ما نعملهمش. نحط كل شيء على البارد ونخلط مليح مليح، وبعد نحط فوق الغاز ونقعد نحرك مليح مليح حتى لين تطيب الكريمة. كما تشوفوا ما نتفجعوش منها، كيف نشوفوا هكا كعابر ولا حاجة معناها راهي قاعدة تطيب وبالتحريك يتنحاو. بعد ما نشوفوا الكريمة قريبة تطيب تقريب، وقتها نحطوا 100 غرام شوكولاتة وهي مازالت فوق الغاز ومازالت سخونة الكريمة، تو تذوب الشوكولاتة تذوب بشوي بشوي في وسط الكريمة، ونقعد نحرك مليح مليح حتى لين تطيب. في الاخر نجمو نستعملوا الفوي نحركوا بالباهي تحريكات بسرعة كيكا باش كان فما كعبورة تتنحى. كما تشوفوا هكا انا حركتها مليح مليح يتنحاو الكعابر الكل، ونخليوها تغلي. راهو يلزم الكريم يلزمها تبقبق، ما نهبطوهاش فيسع، مش دوبو منشوفوها يبست نهبطوها، لا نخليوها تبقبق شوية ما كانش راهي تميص من بعد. شوفوا كيفاش يلزمها تبدأ تغلي كما كيكا وتبقبق. وقتها هبطتها وحطيتها في صحن واسع باش تبرد، باش تبرد لي فيسع نحطها في صحن واسع. نحلوها الكريمة باش فيسع ما تبرد، ونغطيوها ببابي سيلوفان هكا باش ما تعملش القشرة، ونخليوها لبرا على الأقل ساعتين حتى لين تبرد بالبه. لهنا توا بعد ما بردت الكريمة متاعنا نصبها في البول هذايا، ونحاول نخدمها مليح مليح حتى لين يتحلوا الكعابر الكل متاع الكريمة، على خاطر هي يابسة شوية وتبدأ جامدة هكا ومتماسكة ياسي في بعضها. نحاولوا نركضوها مليح مليح حتى لين تتحل وتولي سوبل. نهبط ولي على جناب باش كان فما كعابر والحاجة كلهم يتحلوا، ما لازمش نخليو فيه حتى كعبورة. ونعاود نخدم، ونخدم بالقوية هكا باش في ساعة تتحل الكريمة وتولي ليس. شوفوا كيفاش وليت حتى لونها زيان ولات رطبة. بعد ما تحلت الكريمة خذيت 150 غرام زبدة طرية، مضابينة طرية بالباهي، الدنيا باردة هذاك علاش ما حبش تطر اكثر من هكاك، علاش ننزل عليها هكا بصوابعي باش تدفى شوية، على خاطر برام مخليتها لبرا وباقي يابسة شوية، الطقس بارد ذاك علاش. ونرمي بالكعبة بالكعبة، نرمي بالكعبة ونستناها حتى تمتزج، وقتها نرمي كعبتين اخرين، ما لازمش نصبوهم الكل فرد وقت، راهو نرميهم بالكعبة بالكعبة. كيف نشوفوها امتزجت القطعة الزبدة، نشوفوها امتزجت مع الكريمة، وقتها نرمي قطعة اخرى.
شوف كيفاش وليت الكريمة بعد ما كملت حطيت كمية الزبدة الكل. شوفوا ما شاء الله كيفني تلمع وليس على الاخر وتبرق ومطعمها ياسر بنين. نخليوها على جنب الكريمة، ولهني نرجع لطبقات البسكوي متاعي. هما زوز طبقات نقسمهم على اثنين الزوز في نفس الوقت باش نتحصل على اربع طبقات. الجاتو متاعي تولي 20 على 30 وفيها اربع طبقات. شوفوا كيفاش كي قصيت، شوفوا ما شاء الله هك الارتفاع متاعهم كلهم قد تقريبا 1 سنتيمتر الارتفاع. طبعا نحطهم فوق بعضهم ومش نبدأ نعمل عملية المونتاج. خذيت الطبقة الأولى وحطيتها بالمقلوب. لهنا في المرحلة هذه إذا كانت تحبوا الجاتو متاعكم مطرية تغليه وتطيبوا شوية سيرو خفيف وتدهنوا به طبقة الجينواز، وإلا حتى تاخذوا كاس حليب وتحطوا فيه شوية قهوة كانت تحبوا نكهة القهوة، وإلا حليب صافي وتبلوا به طبقة الجينواز باش تجيكم الجاتو طرية. إذا كانت تحبوها شايحة تعملوا كما عملت أني، تحطوا طبقة الجينواز وفوق منها طبقة كريمة. هي راهي الجينواز هذه راهي متجيش شايحة برشا على خاطر ما فيهاش جيلك، أما إذا أنتم تحبوا أكثر تراوة تنجموا تدهنوها كما قلت لكم بالسيرو الخفيف وإلا بالحليب. تواني حطيت طبقة الجينواز وبعد حطيت فوق منها الكريمة، وهذه الطبقة الثالثة متاع البسكوي ونضغط عليها كما تشوفوا هكا باللوحة باش تجيني قد وما يبدوش بلايس متاع صوابع والحاجة. وهذه الطبقة الأخيرة توا باش نحطها فوق الكريمة، نضغط عليها شوية هكا باش تتماسك وتشد بعضها، لان رجعت بابي كويسون وحطيت فوق منها لوحة تضغط عليها شوية، رزنوها شوية هكا حتى باكو حليب مثلا رزنوها والحاجة باش تشد روح الجاتو والطبقات يشدوا بعضهم بالباهي ويتماسكوا. نخليهم على جنب يرتاحوا. وتوا باش نحضروا الجناش، خذيت 200 غرام شوكولاتة ولا حتى بات غلاسي على خاطر هي مادامي الجاتو متاعنا اقتصادية نجمو نستعملو حتى بات غلاسي. سخنت 100 مليلتر كريم ليكيد وصبيتو فوقك الشوكولاتة ونقعد نحرك حتى لين تذوبك الشوكولاتة. كان محبتش تذوب لكم وقتها حطوها على بان ماري أتو تذوب. لهنيك خطوة اختيارية حطيت مغرفة زبدة وشوية كاكاو تقريبا نص مغرفة كاكاو. كان عندكم ميكسور بلانجون تنجموا تدخلوا لها الميكسور بلانجون في ساعة الترحاو وتمتزج في بعضها. نرحيها هكا كما تشوفوا هكا نرحيتها بالرحاية هذية باش تدخل في بعضها وتمتزج. توا بعد ما كملت رحيتها وحضرت وولات سوب ما فيهاش حتى كعبوره ولا حاجه، خذيت الجاتو متاعي وصبيت الجناش الكل فوق منها كما تشوفوا. نعملوا طبقه خشينه من الجناش نصبوا الكميه الكل من الفوق فوق الوجه الفوقاني متاع الجاتو. نحاول نحلها كيكة بشويه من غير ما نهبط على جناب، نخليوها طبقه خشينه من الوجه وكهو. نحلوها كيكة بشوية بشوية تو تتحل. لنا بعد ما كملت صبيت خذيت الأداة هذية ومش نعمل شوية خطوط كيكة زيكزاج من الفوق، نعملوا الخطوط هذوما وهي مازالت طرية القناش قبل ما تجمد في ساعة معناتها دوبا ما نصبو، نعملوا الخطوط هذوما قبل ما تجمد الشوكولاتة. وبعد انقصوها بسكينة حادة، من الأحسن نسخنوها شوية سكينة في ماء سخون ونشفوها ونقصوا بها القص اللي تحبوا عليه انتم، تحبوا تعملوهم مستطيلات تحبوا تعملوهم مربعات. وهذه الجاتو متاعنا بعد ما حضرت وقصيناها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله استفدتوا. كان عجبكم الفيديو واستفدتوا ما تنسوش تخليوا لي كومنتير وتخليوا لي جيم وتبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم وأحبابكم باش تعمل فايدة. نتلقى إن شاء الله في فيديو قادم، وإلى اللقاء.